شبيه كل شيء داعش. وقبلنا أن تكون هذه يعني الكل يحتدي بحضوركم إن شاء الله العالمين، لأنه إحنا أخلاقنا عالية وهيك تربينا وهيك ديننا وشعبنا على العالم عالية. شكرا لك حبيبي يا رب إن شاء الله يرفع فيهم. قمنا محتفلين وأكيد هذه تكون رسالة كمان لأبنائنا الصغار، بس يشوفوا شخص بسنة بوقارة بيعمل هيك أكيد حتكون قدوة لدعمهم في البيت عنهم. فيعطيك ألف عافية وشكرا لك إن شاء الله. انت حسن حظ ظننا ان شاء الله في كل المواقف. بارك الله فيك ويعطيك الف عافيه. اكيد انت معنا قبل كمان انه كان تربيتك فيها تربيه صالحه، اهلك ناس كويسين، استطاع رب تربيه كويسه، ان شاء الله بتكون مثال لكل زملائك وابناء جيلك اللي بتمثلهم منك. فالف شكر لك حبيبي الله يسلمك. أنا موظف في لجنة زكاة الكرم محمد عبد الرحيم حسن كنب، موجود اليوم في مركز الشرطة لتكريمي على واجب كل إنسان أنه يعمل فيه، إذا لك شغلة أنه يوصلها إلى الشرطة، وهذا يعني عمل بيكون يشكر عليه، عمل وطني وديني. الكيت عبارة عن شكات وكمبيالي لناس طبعا أنا لا أعرفهم ولا شيء، سلمتها للشرطة والشرطة قامت بواجبها، وعلى هذا تم استدعائي للتكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن شادي أحمد قاروط من مدينة طول الكرم، بعمل في صالون إحلاقة عند والدي، وجيت اليوم عشان التكريم لأن وجدت مبلغ من المال وتم تسليمه إلى مركز شرطة المدينة، وهذا واجب ديني وواجب وطني لكل مواطن يعمل في هذا العمل إن شاء الله. أنا محمد هشام عبد الرحمن عبد القادر من طول كرم سكان عزبة ناصر، لقيت مبلغ نقدي وصلته لمركز الشرطة واليوم جابونا عشان نتكرم، وهذا واجب عام على المواطن وللأمانة. يعني في البداية أنا بقدم شكري الجزيل لهذا هؤلاء الأشخاص الذي تتمثل الأمانة والصدق، الانتماء لهذا الوطن، لهذه الأخلاق الحميدة الذي تربينا عليها كمجتمع فلسطيني من خلال العثورهم على مبالغ مالية ولقطات أخرى وتسليمها للشرطة لإيصالها لأصحابها لأن قد تكون هذه آخر مبلغ موجود عند هذا الشخص الذي فقدها. أحب أن أقدم رسالة للجميع بأن الشعب الفلسطيني هو شعب يتمثل بأخلاق العالية بالأمانة العالية، تمثلت بهؤلاء الأشخاص اللي قاموا بإحضار هذه اللقطة إلى الشرطة.